السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. اليوم معنا فيديو بسيط وقصير إن شاء الله، طبعا تطبيق لمعرفة أسعار صرف الدولار في تركيا، طبعا السعر الصرف الرسمي اللي يستخدمه أغلب التجار طبعا ومكاتب الصرافة. هذا التطبيق راح أخليك رابطه أسفل الفيديو، هذا يعطيك سعر الصرف طبعا الرسمي اللي يستخدمونه في تركيا وتستخدمه أغلب مكاتب الصرافات، راح أخليك رابطه أسفل الفيديو. هذا التطبيق راح يطلع لك بهذا الشكل، هاي الشاشة تبع أسعار صرف الدولار. طبعا إذا بدك أنت تحط على تبديل شقد تسوى مثلا 500 ليرة أو 500 دولار على التركي، تحط على الخيار اللي بالنص المرسوم على دائرة وتحط القيمة اللي بدك، مثلا أسعار 1 دولار بهاي اللحظة بهاي الساعة 5:57 يساوي 12.59. طبعا تطبيق رسمي وتقدر تحط يورو، تختار أي عملة بدك إياها ما بأي مشكلة، وعندك ذهب يعطيك أسعار الذهب ويعطيك جميع الأمور الهامة، مثل ما شايفين هنا عندك اليورو، عندك تقدر تشوف الذهب، شوف جميع الأسعار. هذا التطبيق هو تطبيق يستخدم أغلب التجار ومكاتب الصرافة، بس حبينا نشارككم بهاي المعلومة مشان ما حدا مثلا انه ينخدع بسعر الصرف او شيء. شوف نزل تطبيق هذا وشوفه وقارنه بينك وبين سعر الصراف واكتبوا لنا بالتعليقات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.